دادي أشعر بالملل الشديد. وأنا أيضاً ميسي فو أشعر بالملل. والآن أصبحت جاهزة للغوص، لكن أولاً سوف أرسم البحر. معكم؟ طبعا ليلي. هاي ليلي، لماذا تلبسين ملابس الغوص؟ لأنني كنت ألعب لعبة البحر. تبدو ممتعة، هل يمكننا اللعب معك؟ نعم أعتقد ذلك. هنالك ليلي، كيف صنعتي المحيط هنا؟ لقد لونته بألوان سحرية. تاتي أنا شائف. وأنا أيضاً، لكنه جميل، انظروا. علينا الذهاب إلى منزل ليلي لنوقف الماء. كيف نفعل ذلك؟ هل لديكم أي فكرة؟ لدي فكرة، نذهب بالغواصة. فكرة رائعة ميسي فو. أبراكادابرا، الغواصة تأتي لإنقاذنا. واو، هيا لندخل الآن. ليلي، لم أكن أعرف أنك رسامة ماهرة. نعم، إنها ماهرة جداً. شكراً، لكن كيف سوف نصلح هذه الفوضى؟ سوف أرسم حفرة بالألوان السحرية على الأرض لكي ينزل كل الماء فيها. رائع! مرحباً أيها القيش الجميل، كن حذراً. أوه لا، القرش المسكين. لا تقلقي يا ليلي، أبرا كدبرا، يصبح القرش صغير جدا. والآن أصبح لديك قرش صغير. يا سلام يا سلام يا سلام. أنا لدي فكرة، لنرسم كعكة الشوكولاتة العملاقة على الحائط.